أول شيء أقولكم السلام عليكم. ها سلام عليكم. حلو لما يجي واحد بيت يدخل بيتكم مش يقول سلام عليكم أنتوا تردون عليه. حلو. أصدقائي طبعا اليوم موجود الدبدوب وياكم هنا في هذا المكان في هذا القسم. ما شاء الله ما شاء الله صديقي حسن. انا الحين مع عمي الدبدوب. شكرا شكرا شكرا. عمي الدبدوب انا يوم كنت طفل مثلكم والله يطول بعمرك وعمرك. طالع التلفزيون. شكرا. طالع برنامجك. شكرا. برنامج بابا ياسين. شكرا. فالاطفال يلا الأطفال نعم. اليوم حافظين الأناشيد والمهاجيد كلها. أنا الحين بقول أنشودة بتقولون وياي؟ يلا أنا يلا. أنا قطعت كلام عمي الدبدوب. لا لا ما عليك ما عليك يلا. تعرفون الحمامة؟ تعرفون الحمامة؟ يلا مع بعض. حمامة نودي نودي نرمي على سعودي سعودي راح مكة بيبلي ثياب عكة بحطه في صندوقي صندوقي ما له مفتاح المفتاح عدى الحداد والحداد يبغي فلوس والفلوس عدى العروس والعروس تبغي عيال والعيال يبغون حليب والحليب عند البقر والبقر يبغي حشيش والحشيش فوق الجبال والجبال يبون مطر والمطر عند الله لا اله الا الله لا اله الا الله. اكو عمي الدبدوب قال تحبون القصص؟ تحبون الحكايات؟ نعم. بقولكم قصه صغيره وبروح. انزين انزين. تعرفون الحمامه؟ عندي قصه الحمامه. وكانت الحمامه
فوق هذه الشجرة الكبيرة سوت عش حقها. حلو. وكان تحت الشجرة ثعلب، تعرفون الثعلب؟ اوه الثعلب فات فات في ذيله سبع لفات. كان الثعلب يبغي ياكل الحمامة، لكن الحمامة كانت فوق، فقال الثعلب حق الحمامة: أيتها الحمامة أنني جائع أريد أن أكل فراخك. قالت الحمامة: نعم. ماذا تريد؟ أنني فوق مع أبنائي، لا لا لن أنزل. فقال الثعلب: انزلي ولا سأصعد إلى فوق وأكلك. فخافت الحمامة وعجت طائر صغير، فأخذ الثعلب الطائر وهم نعم نعم أكله وراح. فتمت الحمامة تبكي: أبنائي. فيا هناك طائر اسمه المالك الحزين وقال حق الحمامة: ما بك يا يتوى الحمامة تبكين؟ قالت الحمامة: إن الثعلب أكل أبنائي. فقال الطائر: ماذا تقولين؟ كيف جاء الثعلب إلى فوق وأكل أبنائك؟ قالت الحمامة: لا أعرف ولكنه حدثني. فقال الطائر: اسمعي أيتها الحمامة، إذا جاء الثعلب مرة ثانية قولي له اصعد، فإنه لا يستطيع أن يصعد هذه الشجرة. فقالت الحمامة: حسنا حسنا. وباليوم الثالث هي الثعلب عند الحمامة وقال: أيتها الحمامة، إنني الثعلب أريد أن آكل. فقالت الحمامة: يا الثعلب تعال هنا. لا أنت مو ثعلب. فقالت الحمامة: ماذا تقول أيها الثعلب؟ تريد أن تأكلني أنا وأبنائي؟ هيا اصعد. ما قدر يصعد الثعلب وعصب الثعلب وقال: من قال لك أنني لا أستطيع أن أصعد؟ فقالت الحمامة: إنه صديقي الطائر مالك الحزين. فقال الثعلب: أنا سأريه. وراح الثعلب يدور الطائر المالك الحزين وحصله عند البحيرة، وراح قدامه ووقف وقال: أيها الطائر، هل أنت الذي نصحت الحمامة؟ فقال الطائر: نعم إنني نصحته. فقال الثعلب: أيها الطائر، سأسألك ثلاثة أسئلة، والأسئلة لكم. هناك ماذا تريد يا ابني؟ نحن نروي حكاية. يلا. هناك ثلاثة أسئلة واللي بيجاوب عليهم شاطر. وقف الثعلب أمام الطائر المالك الحزين وقال له، لأن الطائر ينفرد جناحين الجناحين كبار، قال له: أيها الطائر، إذا أتتك الرياح من اليمين أين ستضع رأسك؟ اليسار شطار. وإذا أتتك الرياح من اليسار أين تضع رأسك؟ يمين. ولكن السؤال الثالث: إذا أتتك الرياح من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن اليسار أين سيضع رأسك؟ ها؟ عندما وضع الطائر رأسه تحت هجم عليه الثعلب وقال له: لقد نصحت الحمامة ونسيت أن تصح نفسك. أنا صبر والقصة خلصت. تعرفون صبغون بالإنجليزي؟ If you're happy and you're not happy. شكرا. الحين القصة عند عمي جاسم وبيكمل القصة. خير حبيبي يلا. تفضل عمي جاسم. شكرا شكرا أخوي حسان ما شاء الله. قصة ان شاء الله. شكرا شكرا. قالوا لي في قصه واطفال وصغار ونين، رحت اخترت شو اسم القصه؟ حكايات منو؟ حكايات منو؟ حكايات العم، العم جاسم. من هاي القصص في قصص وايد، اخترت قصه عن الوالدين. تحبون امكم؟ حمور أبوكم تحبون أمكم؟ إذا تحبون أمها شو نسوي؟ تحية تحية لهم ونقول يا رب تخلي أمنا، صح؟ خلي أمنا ومنو بعد؟ أمنا وأبونا وإخواننا الصغيرونيين. في أم عندها خمس أطفال، نسمع ها؟ خمس أطفال عندهم. هاي الأطفال شاطرين، يثيرون المدرسة ويجون من المدرسة ويحلون واجبهم ويسمعون الكلام. في يوم من الأيام طلعوا اثنين من الأولاد، ما خبرونا بيروحون مكان، ضاعوا. الحين ما يعرفون وين، يردون البيت
وين يصيرون اصدقائي؟ ها؟ وين يصيرون اذا ضاعوا؟ وين؟ ها؟ شرطة. شرطة. يروحون عند الشرطة؟ ها؟ تعال 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 انت. تعالي. وين يروحون؟ عند الشرطة. ليش يروحون عند الشرطة؟ ويخبرونهم ما شاء الله عليك، صبورة، صحيح. حلو. أصلا يخلونا نربط نفسنا مع الشرطة مع أي شيء، دائما وهم ماشيين ضاعوا ما عرفوا يردون البيت، لأنهم صغارونين. دائما دائما أصلا أنتوا بعد لما تطلعون تروحون أي مكان تاخذون التليفون، رقم التليفون أقل شيء، لما بتليفون تاخذون الرقم عندكم. ناخذ الرقم ليش؟ سوت شو سوت الأم؟ شو سوت فيهم؟ ها؟ ها؟ لأنهم ساروا وما خبروا منو؟ ما خبروا أمهم أول شيء، وبعدين ما خبروا الشرطة. دائما أصدقائي ملخص هذه القصة الصغيرة، لما نروح أي مكان أول شيء نستأذن من منو؟ من أمنا وأبونا، ناخذ إذن ونقول لهم إحنا رايحين بيت صديقي، بيت أم عمتي، بيت خالي، عشان أمي تطمن. زين لما يجوا البيت أمهم ايش سوت لهم؟ زعلت، ضربتهم؟ ضربتهم ولا لا؟ زين أو الدبدوب يقول ما ضرب، ما ضربتهم. شو سوت فيهم؟ شو سوت فيهم؟ شو سوت فيهم؟ ها؟ خذتهم وباستهم وقالت لهم مرة ثانية لما تطلعون من البيت تأخذون رقم التلفون أو تستأذنون من أمكم وأبوكم، تخبرونهم من أنتم رايحين مثلا تلعبون أو رايحين بيت خالكم أو يدكم، صح؟ صح؟ زين الحين عشان نعطي هداية نبغي واحدة من البنات أو واحد من الأولاد يقولنا القصة اللي قالها الدبدوب. هذول الهدايا من جمعية أصدقاء مرضى الكلب. كلكم الموجودين معانا راح إن شاء الله تأخذون شو؟ تأخذون جائزة. خلنا أنت تعالي. اللي بيجاوب ها بس يشوف بهدوء. تعالي حبيبي. شو اسمك؟ ليلى. 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 الدبدوب شو قال؟ ايه شو قال؟ شو القصة اللي قدمها؟ ها؟ الدبدوب ما تكلم؟ ما قال قصة؟ ها؟ ها؟ ها شو قال؟ شو قال؟ نطلع ها؟ مع أمنا نسمع كلام أمنا؟ نعم. شكرا، تحية لها، تحية حق ليلى، صبري ارفع صوتكم ها، اللي ما بيتكلم ما بياخذ هدية. شو اسمك؟ راشد. راشد؟ قاسم. قاسم فيصل. قاسم فيصل اي صف انت؟ فيصل اي. شو قال الدبدوب؟ الدبدوب شو يعني شو تكلم؟ ها؟ ها؟ الدبدوب صديقهم يقول ان لازم نحن لما نطلع اي مكان نطلع مع امنا ودينا شو؟ شو دينا ماسكين منه؟ ماسكين امنا او ابونا، صح؟ بارك الله فيك، تفضل. هذه الهدية الحلوة. طبعا الهدية هاي من جمعية اصدقاء الكلام. نروح بعيد شوية. نروح شوية بعيد. نروح بعيد. تعال انت. شو اسمك؟ سيليا. سيليا الدبدوب شو قال؟ ما سمعتي؟ ما سمعتي الدبدوب؟ زين سيليا لو قال بابا وماما قالت لا تروحين مكان، يجلسين بالبيت، يجلسين؟ ها؟ ها؟ ما في لأنه عندي ستة. لا لا يعني تقدرين تطلعين ولا ما تطلعين؟ ما بتطلعين، ليش ما تطلعين؟ لأن عمرك 6 سنوات، العمر كله إن شاء الله. طبعا صديقتكم
تقول لانها صغيره وعمرها 6 سنوات ما تقدر تطلع برا لان ما تعرف الناس هذه، اللي تطلع مع حد من اصدقاء تعرفهم. ما شاء الله عليك، شكرا. وين التحيه؟ ما صفقت التحيه. شوف تحيه، تفضل. شكرا. عفوا. ها منو ما طلع؟ انت ما طلع؟ هات سيف. تيم سالم. تيم. ها تيم. تيم ما شاء الله. تيم 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 حلو. تيم انت جالس معانا. شو 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 قال الدبدوب؟ شو هي؟ ايه لكن انا ايه انا تكلمت عن الوالدين. هل احنا نرفع صوتنا على امي وابوي؟ هل اذا قالوا لنا لا تروح مكان يجلس اجلس ولا اروح؟ ليش اجلس؟ لازم نسمع كلام والدينا. الحمد لله، جزاك الله خير. حلو، ليش الجنه تحت اقدام الامهات؟ عندك خبر؟ الله يحفظك ان شاء الله، ان شاء الله تكون من اصحاب الجنه ان شاء الله. تفضل، هذه القصه. حلو.